عليكم. احنا عندنا مبدأ غريب قوي في علاقتنا مع الناس، مبدأ ممكن يدمر اقوى العلاقات اللي مبنية من سنين وسنين. مبدأ طالما انت استحملت مرة يبقى شيل طول عمرك وانت ساكت. في ناس لو لقت حد بيحبهم بيجوا عليه ويزهقوه معاهم ويطلعوا عينه علشان عارفين انه بيحبهم فهيسكت، فعادي بقى يسيبوه زعلان ويخبط دماغه في الحيط، كل ده علشان ضامنين وجوده وضامنين ان الناس دي اللي هم فارقين معاهم دولت بيحبوهم. في مديرين في الشغل لو لقوا موظف بيحب الشغل ومتفاني فيه بيطلعوا عينه. مش انت بتحب شغلك؟ طب اشرب بقى. بيشيلوه شغل 5 موظفين معاه طالما عمره ما قال لا. بيخلوك تكره الشغل حتى لو انت كنت مبدع فيه، وحتى لو كان الشغل ده اكتر حاجة انت بتحبها. في ناس لو زعلوك ولقوك عديت الموضوع وكبرت دماغك فبيسوقوا فيها، بيفتكروا ان طالما انت عديت الموقف ده فهتعدي اي حاجة غيره وملكش حق تزعل ولا تعاتب. بدل ما يقولوا ده انسان محترم وشايلنا وشارينا، لو زوج او زوجة حد منهم شال المسؤولية من الاول لوحده، ساعات الطرف التاني بيتمادى ويشيل ايده خالص من الليلة ويبقى في وضع المتفرج بس. الطرف التاني هو اللي بيدور الساقية لوحده. طالما انت عرفت تشيل مرة فشيل الشيلة بقى لوحدك. احنا بنفني حياتنا بنحاول نرضي ناس مش معترفين بينا حتى. اللي بيستحمل حد او حاجة بدافع الحب او الاخلاص او الولاء مش لازم نكرهه فيها بعدم تقديرنا ليه. مش لازم نقطم وسطه او نتعب نفسيته، مش لازم نخليه يندم على طيبة قلبه ودماغه الكبيرة واحتوائه للغير. مفيش حاجة اسمها ده غلبان وبيسكت فاجي عليه وطلع روحه وكرهه في نفسه. الناس اللي بتقرفوها دي هيسيبوكوا لو مش النهاردة فأكيد بكرة، لأن كل إنسان وليه طاقة، كل إنسان وليه طاقة مهما كان بيحبك أو شريك. متخسرش أحسن وأنضف ناس في حياتك علشان بس أنت ضامن حبه ووجوده، لأن ده غالبا هتصحى في يوم من الأيام هتلاقيه قرر يمشي ومش هيرجع تاني مهما عملت. السلام عليكم.